قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصة في القرآن تميل إليها النفوس وتعتبر وتتأثر، والقرآن الكريم يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في قصصهم أي في قصص يوسف وإخوته، آيات لأولي الألباب أي لأصحاب العقول والحجة، فيعتبرون بها ويتعظون بها كما نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله، فإنها نزلت في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور.